تنضم إلينا من سان أنطونيو بتكساس السيدة ثروة حسين رئيسة مكتب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير في تكساس، ومن مركز الأخبار السيدة صبا أحمد مؤسسة التحالف الجمهوري المسلم. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج اليوم. بداية ستكون معك سيدة صبا، خطاب الشعبوية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات أمريكا الرئاسية يثير قلق المسلمين في الولايات المتحدة، هل ترين أن هذا القلق مبرر؟ Well, I think we're going to see Donald Trump win. أننا سنرى دونالد ترامب يفوز في الفاء القادم بالرغم من مخاوف المسلمين، فهو خفف من خطابه المعادي للمسلمين، ونحن نتطلع قدما إلى رؤيته في البيت الأبيض. طيب، دعيني أنتقل إليك إذن سيدة ثروة، يعني ما هو دوركم كمسلمين في الغرب في إيقاف الحملات المعادية للمسلمين والمعادية للمهاجرين والوافدين أيضا في الحيز العام؟ Well, it was a very serious... المسألة كانت جدية جدا عندما سمعنا هذه الخطابات من دونالد ترامب وبعد تكراره لهذه التصريحات. طبعا هناك ما بين 7 و8 مليون مسلم يعيشوا في الولايات المتحدة، هم لن يذهبوا إلى أي مكان، هذا وطنهم، هم يخدمون مجتمعهم. هناك 20,000 مسلم أمريكي يخدم في الجيش الأمريكي، جثثهم تعود إلى الوطن مثل جثث الجنود القتلى. نحن بحاجة إلى الاعتراف من كل المرشحين السياسيين، وليقول دونالد ترامب بتصريحات كهذه، فهو من أحدث وجلب الكراهية ضد المسلمين، وأنا أعاني من هذا الأمر أيضا. في الكثير من الأحيان نشهد أمورا لم نشهدها من قبل. سيدة صبا، البعض يرى أن المسلمين لا يثقون في المؤسسات الحزبية الأمريكية، لماذا برأيك لا نرى دورا أكبر للتمثيل لهذه الجالية في قيادات هذه الأحزاب؟ المسلمون الأمريكيون عليهم أن ينخرطوا مع الحزب الجمهوري ليغيروا رؤية زعامة الحزب إجاه المسلمين. لا يمكننا أن نتوقع التغيير إذا لم ينخرط الناخب المسلم. هناك عدد ليس هناك من مسلمين موجودين على لائحة أو بطاقة الانتخاب، وإذا لم يشارك الناخب المسلم الأمريكي في الانتخابات لن يحصل التغيير. نحن في مؤسسة التحالف الجمهوري نحن ننظم فعاليات من أجل تشجيع الناخبين المسلمين لكي يشاركوا في هذا التصويت ولكي يحدثوا فرقا. طيب سيدة ثروة، ألا ترين أن الاكتفاء بحديث التهميش والاستهداف يسهم أيضا في تكريس النظرة السلبية عن المسلمين؟ Well, of course. And for the end. وبالنسبة للسؤال الذي سألته إلى السيدة صبا، إذا قارنا الحزب الديمقراطي مع الجمهوري نرى عدد قليل من النساء موجودات على البطاقة الجمهورية، هذا أولا. وفيما يتعلق بالخطاب المناهض لكل الوقائع الموجودة والذي يدحض كل الوقائع، كيف ترحبين بمشاركة المسلمين في الحزب الجمهوري؟ هناك قلة قليلة منهن، ربما أحدهم هي السيدة صبا. أنا أعمل لمؤسسة هي غير حزبية، ولكن أنا كشخص أنا ديمقراطية وأشعر بترحيب كبير من هذا الحزب الديمقراطي، ولا تنسوا أن غالبية المسلمين كانوا جمهوريين من قبل. ولماذا انحازوا الآن إلى الحزب الديمقراطي؟ هذا السؤال الكبير. أعتقد أنه يجب أن ندعوهم للعودة إلى الحزب الجمهوري. أنا لا يجب أن أكون الوحيدة الذي أتواصل مع جمهوريين، علينا أن نستعيد المسلمين الأمريكيين وتمسك بقيمنا، القيم الجمهوريين علينا أن ندعم من أجلها، وعلينا أن لا نناصر من أجل قيم تناهض وتنتقد من ديننا. أنا أشعر وأتلقى ترحيبا كبير من الحزب الجمهوري وآمل أن يشاركني آخرين، ومن المهم جدا لمجتمعنا المسلم أن ينخرط ويتعاون مع الحزب الجمهوري على كافة مستويات الحكومة. طيب.
أولا يا سبا يجب على المسلمين أن يكونوا مع كل الأحزاب وليس فقط الحزب الجمهوري، ولكن إذا دعيني أكمل، إذا ما دخلت الغرفة ولكي تكوني جزءا من الفعاليات التي تقام وطلب منك المغادرة، فما المفترض أن تفعلي في هذه الحالة؟ أنا انخرطت كثيرا في المجال السياسي على كافة المستويات، وعندما نواجه هذا الأمر وعندما أدرب الشباب على كيفية الانخراط في الحياة المدني ويرون هذه الكراهية، وفيما يتعلق بالقيم المحافظة للحزب الجمهوري، هذه كلها موجودة على الورق وهي ليست قيم تمارس. هذا ما يمثله الحزب الجمهوري، والقيم الديمقراطية الليبرالية لا تنسجم مع قيم الجمهورية. طبعا علينا أن نجابها الكراهية. طيب سيدة ثروت، فقط لو سمحتي دعيني أتوجه بسؤالي الآن إلى سيدة صبا. سيدة صبا، كيف يمكن برأيك أن يشارك الأمريكيون المسلمون بدرجة متزايدة في السياسة الأمريكية؟ المشاركة عبر عقد فعاليات لجمع الأموال، كل مقاطعة في الولايات المتحدة عندها حزب جمهوري محلي فلينخرطوا مع هذه الأحزاب وليشاركوا في فعاليات هذا الحزب وليعلموهم عن الدين الإسلامي، وإلا سوف تنشأ الأفكار السلبية، وهذه الأفكار السلبية عن الإسلام نشأت بعد الهجمات الإرهابية. علينا أن نمنع تكرار هذا، علينا أن نعمل مع الحزب الجمهوري لنغير آرائهم. طبعا الأشخاص الذين سيبادرون بهذه الخطوة سيجابهون بالكراهية، ولكن في نفس الوقت من المهم ليشارك المجتمع المسلم في فعاليات الحزب الجمهوري وينخرطوا مع الجمهوريين ويناصروا من أجل السياسات. طيب سيدة ثروت، أحد العوائق التي تقف حاجزا أمام زيادة مشاركة الأمريكيين المسلمين في السياسة هي مشكلة إقناعهم بالتصويت. ما المطلوب من نخب الجالية المسلمة لتعزيز هذا الحضور الانتخابي في رأيك؟ أولا، هذه الانتخابات هناك الكثير من المسلمين الذين يتسجلون للإدلاء بصوتهم، وكل هذا مرده إلى خطاب ترامب المعادي للمسلمين وللدين الإسلامي. ولكن فيما يتعلق بأعداد الناخبين المنخفضة، هي تعود إلى واقع أن المهاجرين الجدد وهم منشغلين بحياتهم الشخصية وهم لم يشعروا من قبل بضرورة انخراطهم مثلما يشعرون بهذه الحاجة الآن. ولكن إذا يقول أي شخص بأن المسلمين لا يفعلون أي شيء للحزب الجمهوري لهذا السبب يهمشون، ولكن أنا أتحدث عن نفسي. عندما أذهب لأحضر فعاليات الحزب الديمقراطي أشارك أيضا مع الحزب الجمهوري، أنا أعقد منتديات محلية هنا وأدعو ممثلين عن الحزبين، ولكن الحزب الجمهوري يتغيب عن الحضور ونحن نبلغهم بأنه يستطيعون المشاركة في تنظيم ورش عمل وهم في المقابل لا يدعوننا أيضا، فكيف نستطيع أن نحل هذه المسألة؟ أنتم ربما تواجهون شكرا جزيلا لكما. سيدة ثروت حسين، رئيسة مكتب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير في تكساس، ومن مركز الأخبار سيدة صبا أحمد مؤسسة التحالف الجمهوري المسلم، شكرا لمشاركتكما معنا.